ولتسليط المزيد من الضوء على قضية الاتجار بالبشر وتدهور أوضاع الطفل العراقي، ينضم إلينا السيد ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. أهلا ومرحبا بك أستاذ ضياء. بداية، لجنة المرأة والطفل النيابية تقول إن مكافحة الاتجار بالبشر آخر اهتمامات الحكومة، ولا يوجد إلا قاض واحد مختص بهذه القضايا. ماذا تعني لكم هذه التصريحات؟ في البداية السلام عليكم. الحقيقة الحكومة العراقية هي جزء من الجريمة، كل المسؤولين العراقيين هم مسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة، لأنه هذه الجريمة اجتماعية إنسانية تخص المجتمع العراقي. وعلى رأس هذه المجموعة أنه تصريحات الجعفري اللي هو وزير خارجية العراق، اللي يريد يوعظ أنه ممكن زواج البنت بالتسع سنوات. هذه العملية يدورها كل الموجودين في الحكومة العراقية، السياسيين من عندهم والمتدينين اللي يدعون الإسلام، الذين يدعون الإسلام أيضا يتاجرون بهذه الوضعية، هم جزء من العملية، هم جزء من العملية الإجرام الذي تحدث في المجتمع العراقي. المجتمع العراقي حقيقة في الوقت الحاضر لا يهم الحكومة العراقية، الحكومة العراقية بالوقت من رئيسها إلى أصغر موظف فيها لا يهمهم غير الكسب الرزق وكسب المال الغير شرعي، وهذه مهمتهم الأخلاقية. لا عندهم مهمة أخلاقية. أخي دول الناس تجار، دول الناس تجار في البشر، تجار في أي شيء. باعوا العراق أولا وبدأوا يبيعون بالبشر من اللحظة الأولى، بدأوا يبيعون البشر. الميليشيات والحشد الشعبي تشتري الأطفال، تشتري الأطفال من آبائهم بأسعار زهيدة وتجندهم لمصالحهم. هذه ليست فقط الحشد الشعبي، وإنما حتى السياسيين الموجودين في العراق يشترون الأطفال، وهذه موجودة ومدونة في كل المؤسسات والمنظمات المجتمع المدني الحقوقية التي تخص حقوق الإنسان. الحكومة العراقية ومن يلف حولها كلهم متهمين بهذه العملية. لهذا السبب أنه لا توجد حماية للطفل بالوقت الحاضر. سيد ضياء، الخارجية الأمريكية تقول إن حكومة العبادي لا تلتزم بالمعايير الدنيا للقضاء على قضية الاتجار بالبشر. هل تعجز الحكومة عن التصدي لهذا النوع من الجرائم، أم أنها تغفل عنه فقط؟ لا، هي لا تعجز عن إذا أرادت الحكومة كدولة، إذا أرادت أن تقوم بشيء ممكن أن تقوم به، بس الحكومة العراقية لا يمكن أن تقوم بس، لأنه هم جزء من هذه العملية. أخي لازم يفتهم المجتمع العراقي، لازم نفهم إحنا دول العراقيين الموجودين اللي قاعد يحكموا العراق، دول جو نقمع العراق حقيقة، إجوا لتدمير العراق. أعتقد كلهم حالفين وقاسمين يمين مع الأمريكان ومع الصهاينة لتدمير العراق. ليس إلا هم، ليس من أول يوم اللي أتوا به على ظهر الدبابة الأمريكية ولحد هذه اللحظة هم يدمرون الشعب العراقي، يدمرون المجتمع العراقي، يبيعون الأطفال، يبيعون الأطفال حتى للدول الجوار. يعني احنا لا نكون بهذه الصيغه، قاعد يبيعون الاطفال لدول الجوار، النساء الاطفال قاعد يبيعوهم. نعم، من ضمن هذه العمليه مبرمجه، عمليه مبرمجه، والتدخل فيها ايران 100%، لان ايران تريد هذا المجتمع العراقي الملتزم حتى ينحرف عن كل ما يحمله من مواثيق اجتماعيه، يريد يدمرون هذا المجتمع. إضافة إلى الكثير من الأشياء التي يتصدرها العراق بحسب المنظمات الدولية، هو من أكثر الدول أو من أكثر الدول العشر خطورة على الأطفال في العراق. برأيكم لماذا لم يشرع مجلس النواب إلى اليوم قانونا يجرم الاتجار بالبشر؟ التجريم من ناحية الدولية، التجريم التجار بالبشر بالعموم، ليس في الأطفال، بالعموم هو محرم دوليا بغض النظر عن ما يكون في أي دولة أخرى. الذي يحدث في العراق والذي مدون عن ما تحدث في العراق، وهذه الشكاوي من الشعب والمواطنين وحتى من الأطفال، اللقاءات اللي قاعد تصير فيهم في الشوارع، المتسولين أيضا مبيوعين. هذه العملية عملية مبرمجة، عملية مبرمجة من قوى خارج قوة العراق، يعني خارج العراق. دول السياسيين العراقيين دول فقط أزرع لتدمير الشعب العراقي.
الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.